إذا حكينا بالمحاضرة السابقة عن الديستورشن باور فاكتور. الديستورشن باور فاكتور قلنا إذا عندي هون سورس، خلينا نفترض إنه هذا ساينوسويدال في أوميجا تي، وسحب نون ساينوسويدال كرنت كان عندي هون اي، وهذا اي ار ام اس، واي ار ام اس كار ام اس بقدر اقول عنه انه بيساوي اي 1 سكوير ار ام اس زائد اي 2 سكوير ار ام اس، بشرط طبعا انه يكونوا كل هذول اورثوغونال. وهو اذا كان فورير سيريز اناليسيس فهذول اورثوغونال، مش هيك؟ اللي له نفس الفريكونسي هذا رح يكون له نفس الفريكونسي تبعت السبلاي، وهذا رح يكون ساينوسويدال، وهذا اصلا الكومبوننت الاصلي تبعه هو عباره عن ساينوسويد على اوميجا، وهذا على 2 اوميجا، وهذا على 3 اوميجا، هاي الفريكونسي تبعته. اوكي ماشي، الكل واضح لهذا؟ هلا لو جيت ربعت هاي الجهه وربعت هاي الجهه، فعمالي بقول انه اي ار ام اس تربيع للسيجنال تساوي اي 1 ار ام اس تربيع زائد اي 2 ار ام اس تربيع زائد الى اخره. شو رايكم نضرب في ار؟ نفس الار للطرفين بصير باور، هاي تحولت الى باور، فصارت كانها الباور الموجوده بالسيجنال تساوي الباور اللي موجودة بالفيرست هارمونيك زائد الباور الموجودة بالسكند هارمونيك. مظبوط؟ اوكي؟ هلا نيجي على الديستورشن باور فاكتور. في ناس سموه ديستورشن فاكتور. ديستورشن باور فاكتور بده يساوي اي 1 ار ام اس على اي ار ام اس. لو اجيت الان ربعت الديستورشن باور فاكتور شو بيساوي؟ شو بيمثل هذا؟ مربع الديستورشن فاكتور، اضرب هذا في ار واضرب هذا في ار. اكتب باور على الابيرنت، الباور الموجوده بالسيجنال، الباور الموجوده بالفندمنتال على الباور الموجوده بالسيجنال، هذا مربع دي اف مش دي اف، مربع دي اف. مربع الدستور يعني لو الدستورشن فاكتور مثلا 0.7 ربعت 0.7 اعطاني 0.49، فكانه بقول انه نص الباور الموجوده بالسيجنال موجوده بالفيرست هارمونيك، والبقيه وين موجوده؟ بس مش عم بقدر استفيد منها. اذا هي جاي من هذا ما بقدر استفيد منها، الوحيد اللي بوصل لي باور هو الفاندمنتال اللي هي 49%. اوكي هذا الديستورشن فاكتور مهم. اذا الديستورشن فاكتور، اذا صار عندنا تعريف جديد للباور فاكتور، هو عباره عن حاصل ضرب الديستورشن باور فاكتور في الديسبيسمنت باور فاكتور. بس لاحظوا الديسبيسمنت هي الزاويه بين الفاندمنتال كرنت والسبلاي فولتج. اوكي نعم، هذا يعني المشكله انه احنا الباور في باقي الاجزاء ما استفاد منهم الكونسيومر، مشوا كرنت، مشوا اجوا من الشركه ومروا في اللود، راحوا مشوا كل المسافة هاي، بس أنا ما استفدت منهم كباور. بس نحاسب عليهم؟ لا.